أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، أكد أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله تفخر بالإنجاز الذي حققته الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله المتمثل في تنفيذ التوجيه الملكي السامي بتوفير 40,000 وحدة سكنية، مؤكدا معاليه أن هذا الأمر يعكس روح الإرادة التي تحلى بها فريق البحرين لتجاوز التحديات والمضي في تنفيذ هذا التوجيه الذي كفل توفير السكن لآلاف الأسر البحرينية. وقال معاليه إن مشاريع مدن البحرين الإسكانية تعد من أهم ركائز التجربة البحرينية الرائدة في مجال قطاع السكن الاجتماعي، والتي تعكس مدى اهتمام الحكومة وحرصها على توفير السكن الملائم للمواطنين، بالإضافة إلى توفير كافة مقومات جودة الحياة لقاطني تلك المدن وزوارها من خلال المرافق والخدمات التي تتضمنها. وأشار معاليه لدى زيارته مدينة سلمان إلى أن المدينة تمثل نموذجا واقعيا لرؤية الحكومة في تخطيط المدن الإسكانية وتوفير كافة المقومات التي تكفل تحقيق مبادئ جودة السكن وجودة الحياة للمواطنين. وكان معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة يرافقه سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان، قد زار صباح اليوم مدينة سلمان للوقوف والاطلاع على آخر مستجدات تنفيذ المشاريع الإسكانية والخدمية بالمدينة. كما حضر الزيارة سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وسعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون الكهرباء والماء، وعدد من المسؤولين من الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة. وخلال الزيارة نوه معالي الشيخ خالد بن عبد الله بما تتميز به مدينة سلمان من تنوع ثري من حيث تصاميم البناء والشقق السكنية وتصميم الأحياء بطريقة تناسب مع طبيعة المدينة المكونة من مجموعة من الجزر، فضلا عن توفير الواجهات البحرية والشواطئ العامة والمسارات الخاصة بالمشاة والدراجات الهوائية، بالإضافة إلى شبكة طرق متطورة. وأضاف معالي قائلا كما أن ما يميز المدينة الاهتمام بالجانب البيئي من خلال الحرص على تشجير الطرق الرئيسية والفرعية وتوفير المساحات الخضراء التي تعكس الجانب الحضاري للمدينة، وهي جميعها مقومات تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030، خاصة الهدف 11 الذي يعنى بالمدن. بعدها تفضل معالي الشيخ خالد بن عبد الله بتفقد مركز الزوار بمدينة سلمان والذي يخدم قاطني المدينة ويتضمن معرضا يوثق كافة مراحل إنشاء وتنفيذ مشاريع المدينة. كما تفقد معاليه المشاريع قيد الإنشاء بالمدينة واطلع على مستجدات مشروع بناء 303 وحدات سكنية وتنفيذ 1382 شقة بالموقع المخصص للعمارات السكنية، وتفقد النماذج السكنية الخاصة بكل مشروع. أعقب ذلك الاطلاع على مرافق المدينة والتي من بينها الحديقة العامة والواجهات البحرية. من جانبه أكد سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان أن الدعم الكبير الذي حظيت به الوزارة من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، كفل بناء 5 مدن إسكانية في توقيت متزامن.
بكل تأكيد زيارة معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء الموقر اليوم لمدينة سلمان تعكس اهتمام الحكومة الموقرة في المشاريع الإسكانية وفي دعم الملف الإسكاني بشكل عام. طبعا مدينة سلمان تعد الثانية من ناحية المساحة بعد مدينة حمد، واليوم لله الحمد أثناء الزيارة تجولنا وشفنا ما تتمتع به مدينة سلمان من تنوع من ناحية الوحدات السكنية، المناطق الخضراء، الواجهات البحرية، السواحل، مناطق الفراغات اللي تم دراستها بعناية فائقة. أيضا اشتملت الزيارة على زيارة وحدات سكنية قيد التنفيذ، وأيضا عمارات سكنية تقريبا تعطينا 1300 شقة. هذه الوحدات السكنية مع المكونات لهذه المدينة تأكد أن عناية الحكومة الموقرة في دعم مفاهيم جودة السكن وجودة الحياة في هذه المدن. أيضا اليوم صار في زيارة إلى مركز الزوار في مدينة سلمان. حرصنا على أن يكون هذا المركز أقرب ما يكون للمواطن تسهيلا لإجراءات المواطن الحصول على الخدمات اللي ممكن تقدمها وزارة الإسكان من جانب. من جانب آخر حرصنا أن يحتوي هذا المركز على توثيق كامل منذ وضع حجر الأساس لهذه المدينة للأيام اللي استطعنا تسليم الجزء الكبير من هذه المدينة للمواطنين.